للمزيد من المتابعة ينضم إلي من أم درمان مراسل القاهرة الإخبارية عثمان الجندي. عثمان أهلا بك، إذا أطلعنا على تطورات المشهد لديك في أم درمان بعد ساعات من دخول الهدنة السادسة حيز التنفيذ، وأم درمان قد شهدت بالأمس معارك محتدمة مع انتهاء الهدنة الخامسة. بدأت هدنة حقيقية منذ سريانها أول ساعات أو منتصف الليل أمس. هذه الهدنة يعني ممكن أن أصفها بأنها هدنة حقيقية في أم درمان. كنت أشاهد بصورة طبيعية وأسمع أيضا بصورة طبيعية تحليق الطائرات في سماء أم درمان، وبعد ذلك تتبعها مضادات أرضية من ميليشيا الدعم السريع. هذا كان أمر محتاج في المنطقة التي أسكنها، من الطبيعي أشاهد تحليق لطائرات الاستطلاع، لكن هذا الاستطلاع توقف تماما منذ منتصف الليل بداية سريان الهدنة الجديدة. كذلك لم نسمع أي اشتباكات سواء في محيط الإذاعة أو في شارع العرضة منطقة جسر ود البشير. هذه المناطق التي كانت تقوم بها اشتباكات في وسط أم درمان وفي شمال أم درمان. أيضا في جنوب أم درمان منذ الساعة 12 منتصف الليل وساعات الفجر الأولى ليس هنالك أي اشتباكات في منطقة غرب أم درمان أو جنوب غرب أم درمان. منطقة غرب أم درمان يأتي منها الإمداد من ولايات دارفور عن طريق ولاية شمال كردفان. هذا المنطقة لم تشهد أي قصف جوي من الطائرات على هذا المحيط. وكذلك في مدينة أم درمان منطقة جسر الحلفاية الرابط بين مدينة الحلفاية بالخرطوم بحر مدينة أم درمان، كان قبل 3 أيام هنالك اشتباك كبير جدا في مدينة خرطوم بحري بالغرب من هذا الجسر الذي يربط بين مدينة أم درمان ومدينة خرطوم بحري. أيضا لم نشهد في سماء هذه المنطقة لم نشاهد الدخان يتصاعد في هذه المنطقة. هنالك استقرار تام في المدينة وهدوء. طيب على الأرض عثمان، يعني كيف يبدو الوضع على الأرض أيضا؟ يعني إلى أي درجة هناك انتشار لقوات الجيش السوداني خاصة مع نشر الداخلية السودانية لقوات الاحتياط في معظم المناطق السودانية؟ أم درمان في مناطق شمال أم درمان ومناطق شرق أم درمان والأحياء القديمة المحاذية لنهر النيل ليس هناك انتشار عسكري للجيش السوداني، لأن هذه المناطق تقع بالغرب تماما من منطقة وادي سيدنا العسكرية التي تعتبر أكبر منطقة عسكرية في السودان. قوات الشرطة بمدينة أم درمان لم تنتشر انتشار كامل، بل انتشار جزئي في بعض المناطق مثل تأمين محطات الوقود العاملة، وكذلك في بعض الأسواق الكبيرة بدأت قليلا قليلا الشرطة تنتشر، لكن ليس بالمستوى المطلوب، لأنه هذا أول ظهور للشرطة منذ اندلاع الاشتباكات ما بين القوات المسلحة وميليشيا الدعم السريع. طب كيف هي الخدمة الأساسية أيضا عثمان؟ يعني الوضع المعيشي، الكهرباء، الماء. نعم. الكهرباء مستقرة تماما في قطاع كبير من أم درمان. المناطق الشمالية والمناطق الشرقية في أم درمان ومناطق الثورات، مناطق الثورات هذه منطقة كبيرة جدا تضم أكثر من 102 حارة سكنية، وكذلك مناطق الفرس تضم أيضا أكثر من 4 مربعات كبيرة جدا. هذه المناطق تنعم بالإشغال الكهربائي. المنطقة التي أسكن بها فيها أكثر من 18 مربع سكني، والمربع مساحته كبيرة جدا. الكهرباء مستغرة تماما منذ 7 أيام لم ينقطع التيار الكهربائي، وكنا محتاجين قبل اندلاع الحرب وفي فصل الصيف ينقطع التيار الكهربائي في اليوم 2 أو 3 مرات على الساعات المتفاوتة. تقطع الكهرباء، التيار الكهربائي يقطع 5 ساعات، 8 ساعات، يقطع ساعتين. يعني هناك الآن استقرار تام في الكهرباء، حتى أصبح البعض يتندر أنه في زمن الحرب في أم درمان الكهرباء مستقرة، وفي زمن السلام في أم درمان التيار الكهربائي كان يشهد انقطاع ملحوظ ومستمر في فصل الصيف. خدمات المياه أيضا مستمرة في قطاع كبير من أم درمان، المياه مستمرة بكثرة، ليس هناك انقطاع للمياه، يعني متوفرة المياه متوفرة. وكذلك في الأسواق أيضا الأسواق تعمل بصورة طبيعية جدا في أم درمان.
ايضا انا الان في جوله في الشارع اشاهد المحلات يعني تعمل، المخابز اراها ايضا تعمل. هل حركه المراه طبيعيه لديك عثمان في الشارع؟ نعم رغده، نعم. هل حركه المراه طبيعيه لديك في الشوارع في ام درمان؟ لا طبيعيه، طبيعيه اشاهد، لان اشاهد حركه طبيعيه جدا، اشاهد المواطنين متجولين لقضاء حوائجهم، حتى يعني اشاهد نساء، هنالك نساء اشاهدن عاملات يمتهن مهنه بيع الشاي في الشوارع. وايضا وخلال مروري لشارع الرئيسي شاهدت اطفال يلعبون في الشارع، هذا يدل على انه هنالك امان تام. ايضا شاهدت محلات بيع اللحوم، اليوم هنالك كميه من اللحوم وصلت في الشارع الرئيسي الذي عمل به جوله معتاده، هو شارع الوادي، هذا شارع كبير جدا يمتد من الجنوب الجغرافي مناطق ام درمان القديمه ويمتد حتى شمالا الى ولايه نهر النيل. هذا الشارع به عدد ضخم جدا من الاحياء السكنيه، وبه مؤسسات حكوميه، وبه مؤسسات تعليميه، وبه ايضا مدارس، وبه مرافق خدميه مثل محطات الوقود. شارع كبير جدا، هو من الشوارع المشهوره في السودان. الحياه طبيعيه في الشارع وسيرها طبيعي، لكن عدد العاطلين عن العمل اصبح في تزايد، لان اغلب العاملين في القطاع العامل في السودان هو القطاع الحرفي، مثل الذين يعملون في مجال البناء والذين يعملون في المصانع الخاصه، لانه المصانع توقفت تماما. الان اصبح هنالك عطال اجباريه، اصبحت عطال اجباريه، اغلب العاملين في القطاع الخاص والعاملين في القطاع الحرفي اصبحوا في بيوتهم، لانه الوضع لسه، الاوضاع لسه حتى الحين لم تكن مستغله بالشكل المطلوب حتى يخرج العاملين الى مرافق اعمالهم. وكذلك طيب حتى عثمان بالشان ايضا نسبه المستشفيات، نعم، زادت في العمل في مدينه ام درمان، لكن هنالك نقص ملحوظ في الكادر الطبي، وكذلك نقص ملحوظ في الامداد الدوائي، هذا الامر يحتاج الى تدخل عاجل. كذلك هنالك امر مهم ايضا طيب. اشير اليه، نعم، ازدادت كميات الافرازات النفايات والقمامه في الشوارع الرئيسيه، وكذلك في الاحياء نسبه الغياب العربات الناقله. هذه مشكله كنت تتحدث عنها عثمان يعني منذ بدايه هذه الازمه. دعنا نتطرق الى الحركه من داخل ام درمان الى خارجها او العكس في ظل تعطل واغلاق معظم الطرق الرئيسيه والجسور المؤديه الى المدينه، كيف يبدو المشهد في مساله التحرك من والى ام درمان؟ نعم، هنالك مشكله كبيره جدا. ام درمان الان يعمل بها جسر واحد فقط، هذا الجسر يربطها بمدينه خرطوم بحري، جسر الحلفايه، هذا هو الجسر الوحيد الذي يعمل. اي نعم، يعمل بصوره طبيعيه، يعتبر جسر امن، لكن ام درمان مربوطه بالخرطوم بجسرين، جسر الفتحاب وجسر النيل الازرق، بالغربه من مبنى البرلمان وبالغربه من مستشفى الصلاح الطبي. الحركه في ام درمان ليس كما كانت من قبل، نسبه لصعوبه الحركه بين الخرطوم وبين ام درمان. الحركه بين الخرطوم وام درمان عبر الجسور منعدمه تماما، ليس هنالك اي جسر يعمل يربط ما بين مدينه الخرطوم وبين مدينه ام درمان. جسر واحد فقط يعمل هو جسر الحلفايه، لكن هذا الجسر يربط مدينه الخرطوم بحري بمدينه ام درمان. يعني اذا اراد الشخص ان ياتي من الخرطوم الى ام درمان، ما عليه الا ان يسلك طريق الخرطوم بحري ثم يصل الى ام درمان، وهذه مسافه طويله جدا ومعقده جدا حتى يصل بهذا الطريق. اتوقع هذا قد يؤثر كثيرا، خاصه في نقل الامدادات الغذائيه ونقل الامدادات الطبيه، لان حركه الجسور هي الخادم الكبير لحركه الامداد وحركه المواطنين في العاصمه الخرطوم التي بها اكثر من 10 جسور، لكن الجسور الرابطه ما بين المدن، يعمل جسر واحد ما بين كوبري الماجستين، ما بين مدينه الخرطوم ومدينه الخرطوم بحر، يعمل جسرين، جسر زوبه وجسر المنشيه، لكن ليس هنالك اي حركه ما بين الخرطوم وام درمان حركه مباشره. هل هذا يعني عثمان ان ام درمان تعتمد على مخزونها من المواد الاساسيه والاغذيه؟ نعم، من بالذات يعني ام درمان بها مصانع، لكن هذه المصانع يعني من مخازنها فقط، هذه المصانع حتى الان لم تعمل بالصوره المطلوبه. وكذلك ام درمان هي
أكبر مورد في الخضروات والفواكه، أم درمان بها أكبر مشروعين للزراعة، مشروع غرب أم درمان ومشروع شمال أم درمان بالريف الشمالي. ليس أم درمان لها مشكلة في الخضروات والفواكه، أم درمان لم تواجه أي مشكلة لأنه بها أكبر مشروعين لتغذية العاصمة الخرطوم، لكن ما يواجه أم درمان هي مشكلة الإمداد الدوائي. إذا لا حركة إلى أم درمان منها أو إليها إلى خارجها عثمان، هل هذا صحيح؟ لا لا لا، ليس كذلك رغبة، هنالك حركة ما بين أم درمان والخرطوم بحري. نعم، الحركة متحركة تماما. الخرطوم بحري بها أسواق كبيرة للخضروات وأيضا أسواق لبيع المواد الغذائية الأخرى. الحركة بين أم درمان والخرطوم بحري منسابة تماما عبر جسر الحلفاية. هنالك جسر أيضا يربط خرطوم بحري بأم درمان يسمى جسر شنبات لكنه مغلق، لذلك الحركة مستمرة ما بين أم درمان والخرطوم بحري بصورة طبيعية، وكذلك منسابة ما بين الخرطوم بحري والخرطوم عبر جسر السوبة وجسر المنسية منسابة أيضا بصورة طبيعية، وليس هنالك مشكلة في الحركة ما بين بحري وما بين أم درمان. الحركة منسابة ليس بها أي مشكلة. ليس أمس كنت في زيارة إلى جسر الحلفاية ولقد رصدت عدد كبير من الشاحنات ذهابا وإيابا، وكذلك المواصلات عربات النقل ذهابا وإيابا والعربات الخاصة بالمواطنين ذهابا وإيابا ما بين مدينة الخرطوم بحري وأم درمان التي يفصلها من بعضها نهر النيل الذي يصب في البحر الأبيض المتوسط عن طريق جمهورية مصر العربية. هذا نهر كبير جدا، الحركة طبيعية ومنسابة ما بين بحري والخرطوم. طيب، حتى القادمين من الخرطوم إلى أم درمان يأتون عن طريق بحري يأتون بكل سهولة ثم يعودون إلى مدينة الخرطوم مرة أخرى. طيب عثمان، إلى أي درجة يأمل السودانيون الموجودون في أم درمان ويعلقون أمالهم على إعلان تمديد الهدنة لـ 72 ساعة لأن يفضي ذلك إلى تهدئة ووقف دائم لإطلاق النار؟ آمل أهل أم درمان أن يطمئنوا تماما على أهلهم في الخرطوم بحري وفي مدينة الخرطوم، وكذلك آمل أهل أم درمان من هذه الهدنة أن يتم إمداد المحلات التجارية بالبضائع المختلفة حتى يكون هناك تغذية وحتى لا تنفذ هذه المواد بسبب الشراء وعدم إمداد من مناطق الإنتاج. أهل أم درمان ينقصهم ذلك، لكن موجود السلع، لكن في خلال ثلاثة أو من نهاية هذا الأسبوع أتوقع تماما أن تخلو رفوف المحلات من أهم السلع الضرورية، لذلك لابد أن تساعد هذه الهدنة في إمداد لمنتجات غذائية إلى مدينة أم درمان من مناطق الإنتاج، وأن يطمئن كذلك العاملون في القطاع الخاص من هذه الهدنة والذهاب إلى مصانعهم لتحريك عجلة الإنتاج. طيب عثمان، في ظل أحاديث متكررة عن نقص السيولة النقدية، توقف المصارف، إغلاق البنوك ونفاد ماكينات الصرف الآلي من النقود، إلى أي درجة هذا المشهد منعكس في أم درمان لأنه متكرر في المناطق الأخرى التي تشهد اشتباكات؟ نعم، هذه عملية مربوطة ببعضها، ما زالت السيولة مربوطة في العاصمة حتى أو بالسودان بصورة عامة. هذه الحركة مربوطة بنسبة لإغلاق البنوك، الآن حتى البنوك الخاصة في أم درمان والخرطوم بحري والخرطوم مغلقة، البنوك الحكومية مغلقة. بنك السودان المركزي أصدر بالأمس بيان وطمن العملاء بأن أموالهم في الحفظ والصون، وأن البنوك في الولايات تعمل بصورة طبيعية. هنالك من فكر يذهب إلى مثلا إلى مدينة بورسودان أو يذهب إلى مدينة ود مدني حرب في الجزيرة لسحب نقوده وسيولة من هذه المدن حتى يعود إلى الخرطوم ليوم. هل التطبيقات الإلكترونية تعمل لديك عثمان؟ نعم، تعمل تطبيق هنالك عدة تطبيقات بنوك، لكن تطبيق بنكك هو الأشهر، يعمل التطبيق، لكن هنالك من لهم رصيد قليل جدا قبل الحرب هناك من لهم رصيد قليل جدا في التطبيقات البنكية ولقد نفت، بالذات العاملين في الدولة. اليوم أول يوم من الشهر من المفروض أن تكون كل المرتبات نزلت في تم توريدها في حسابات الموظفين. إذا لم يتم توريد المرتبات في حسابات الموظفين ويتم صرفها عن طريق تطبيقات البنوك أو البنوك، سوف يواجه العاملين في الدولة مشكلة كبيرة، كيف يتحصلون على رواتبهم؟ لأنهم يعتمدون على هذه الرواتب في قضاء حوائجهم اليومية أو في سبل كسب عيشهم. هذه مشكلة كبيرة، هنالك
عدد كبير من العاملين ليس لهم تطبيق بنكي الذي يعمل الآن وحيدا تطبيق بنكي التابع لبنك الخرطوم هو الوحيد الذي يعمل الآن، أما بغير تطبيقات البنوك الأخرى متعطلة والتواجه يعني العاملين خلقين جدا الذين يتعاملون بالتطبيقات الأخرى، كيف يتصرف في مرتباتهم في حال توريدها في حساباتهم؟ وأيضا هناك قلق قد لا يتم التوريد لأنه الدولة شبه معطلة بذاته يعني حتى مجلس الوزراء عدد كبير من الوزارات تعطلت مع هذه الحرب، لم نسمع تصريحات لوزير مثلا التنمية الحيوانية ولم نسمع تصريحات لوزير المالية ولم نسمع تصريحات لوزير المعادن، تعطلت هذه يعني أنا تعمل وزارة الخارجية يمكن الوحيد الذي نقول تعمل وحكومات الولايات، حكومات الولايات التي الآن تعمل لكن هناك غياب للمؤسسات الاتحادية وكذلك المؤسسات الاتحادية الخدمية ما عدا طيب. وزارة الخارجية هي التي تعمل في ظل هذه الحرب لكن عن طريق إصدار البيانات وطريق لقاءات مع وفود تسحب خارج السودان وما شابه ذلك لكن طبعا من يساور العاملين عدد كبير من العاملين بالدولة كيف يحصلوا على مرتباتهم واليوم أول يوم في الشهر اليوم 1 مايو من المفروض أن تكون مرتبات العاملين في الدولة تم توريدها في حساباتهم البنكية. عثمان ماذا بشأن أيضا نقص الوقود يعني في ظل أزمات معيشية متتالية كان من بينها نقص الوقود وهناك لقطات أظهرت تكدس السيارات بالطوابير أمام محطات الوقود في ظل نقصي وشحي. صحيح رغدة حتى المحطات التي كانت في برمان فتحت أبوابها منذ 3 أيام 4 أيام الآن أغلقت لنفاذ الوقود. الوقود في المحطات نفذ ولم يكن هنالك تغذية جديدة لمحطات الوقود بالنسبة لخطورة تحريك شاحنات الوقود من منطقة قري تقع شمال الخرطوم بحري قد يكون هنالك انتشار أو تواجد لميليشيا الدعم السريع والتهاجم هذه الناقلات وفي حال اشتعال هذه الناقلات مواد خطرة للاشتعال قد تسبب ضرر كبير جدا للأحياء السكنية التي تعبر عن طريقها ناقلات الوقود. الآن على الكلمة المحطات لا تعمل ليس بسبب الوضع الأمني في مدرمان لكن الوقود لقد نفت من هذه المحطات وهي في انتظار أن تأتي ناقلات لتغذية هذه المحطات. أيضا هنالك مشكلة قد تظهر غريبا العدد الكبير من سكان العاصمة يعملون بالغاز يعني عدد كبير جدا ونسبة مغدرة لديهم اسطوانات مخزنة للغاز ولكن في حال انقطاع الغاز من الاسطوانات غاز الطهي غتونات تكون هنالك مشكلة كبيرة لقد يجي السكان إلى طرق بدائية استخدام الفحم النباتي في طهو الطعام والفحم النباتي غالي جدا أسعاره مرتفعة وبه صعوبة في إجعاله وبعض النسوة لا يستطيع أن يتعامل مع الفحم النباتي ويعتمد تماما على غاز الطهي الذي قد ينقطع من اسطوانات الغاز بالبيوت والمحلات التجارية. شكرا جزيلا لك من أم درمان مراسل القاهرة الإخبارية عثمان الجندي.